السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ورحبوا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد المغاربي، والذي نتطرق فيه إلى قضيتين في هذا الفضاء المغاربي. قضية تخص المشهد السياسي في ليبيا، وأخرى الحراك الشعبي في الريف بالمغرب. ونبدأ بليبيا، حيث نقلت وكالات الأنباء عن علي القطراني نائب رئيس الحكومة، حكومة الوفاق الليبية، أن المبعوث الأممي مارتن كوبلر اقترح تشكيل لجنة من 15 شخصية ليبية تمثل أقاليم ليبيا الثلاث لاختيار رئيس حكومة توافقية جديد ونائبين. غير أن المبعوث الأممي كوبلر قد غرد على صفحته بتويتر بأن اتفاق الصخيرات السياسي سيبقى الإطار الوحيد للمضي قدما في حل الأزمة الليبية. وكان القطراني قد أشار قبل أيام إلى أن المبعوث الأممي أقر بوصول اتفاق صخيرات إلى طريق مسدود، وأن المجلس الرئاسي أصبح شبه عاجز عن أداء مهابه. للحديث حول هذا الموضوع والجدل حول أولا اتفاق صخيرات، وحول التناقضات في التصريحات بين المسؤولين الليبيين في شرق وغرب البلاد، والمبعوث الأممي كوبلر، نبدأ بضيفنا عبر الهاتف من البيضاء عبد الحكيم معتوق، المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في طبرق. عبد الحكيم، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. ماذا تقرأ في ما نقلته وكالات الأنباء عن علي القطراني وحديث كوبلر أنه اتفاق الصخيرات وصل إلى حده الأقصى، وأنه يجب أن تكون هناك حكومة جديدة تمثل كل ليبيا بأقاليمها الثلاثة بهذه المصطلحات، قال كوبلر ونقلها القطراني طبعا، وأنه نحتاج إلى رئيس حكومة جديد. طبعا أنا نشعر بصراحة في هذه التصريحات بأن اتفاق الصخيرات وما رشح عنه من نهج السياسي وحكومة للأسف لم تنل الثقة حتى الآن من قبل البرلمان، عجز بشكل كبير على تصريف الشؤون الحياتية للمواطنين. يبدو لي عندما تعود إلى كثير من تصريحات السياسة سواء كان الليبيين أو الغربيين، أن هناك نوع من التجاهل للحالة الإنسانية، ولكن مع تفاقمها حقيقة وأصبحت ظاهرة للعيال عندما تتحدث سيدي عن شح كامل للسيولة في البنوك الليبية، عدم توافر الحد الأدنى من الخدمات الصحية، العديد من المدارس في كثير من المدن الليبية مقفلة على الرغم من أننا قربنا من انتصاف العام الدراسي. هذا حالة الانفلات الأمني الرهيب. نعم. طرابلس لوحدها حيث كان حريا بالمجلس الرئاسي الذي اتخذ من العاصمة وفقا للاتفاق مكانا لتواجده وتطبيق برنامج عمله من خلال حكومة كان أيضا يجب أن تمنح الثقة، سجلت لوحدها أكثر من 40 حالة قتل عمد في رابعة النهار في شهر واحد، عدا حالات اختطاف الأطفال، السطو على البنوك، الاغتصاب، الانتهاكات. فكل حزمة هذه التجاوزات والخروقات تجعل من هذا الاتفاق السياسي، لا تعرف الاتفاق السياسي مكون من 67 مادة، وكل الدول التي شهدت صراعات سياسية ونزاعات مسلحة انتهت إلى طاولة التفاوض. نعم. سواء كان الجزائر، لبنان، الصومال، بوسنيا وهرسغوفينا، وهذه الاتفاقات السياسية بين الفرقاء عادة يكون لها وعاء زمنيا، وأن تتبلور على الأرض الذي شعر به الليبيين حتى اللحظة أن لم يتبلور أي بند من هذه البنود التي اتفق بشانها، وأن الوعاء الزمني لهذا الاتفاق الذي مضى عليه عاما كاملا الآن أصبح قاب قوسين أو من يتحمل المسؤولية في ذلك؟ والله الليبيون بالدرجة الأولى يتحملون. نعم. لأن المشكل الليبي بالامتياز، يعني إذا كان الليبيون لديهم رغبة حقيقية في إقامة حوار وطني يكون صريح وبه نفس عالي من المكاشفة ومن تجاوز حقبة الماضي والتفكير بشكل جاد
في تجاوز هذه العقبات، فأنا أتصور أن سوف تكون هناك رؤية مختلفة. ولكن حتى اللحظة هذه التباينات القائمة بين الفرقاء السياسيين هي ما جعلت للأطراف، سواء كان مع احترامنا وتقديرنا لكل الجهود سواء كان العربية والدولية، هي التي جعلت منها أن تكون صوتها أعلى من صوت الليبيين الذين هم أصحاب القضية الأصلية. فالليبيون أو الليبيين إذا أرادوا أن يجلسوا يعني على مستوى قبائل، على مستوى مجالس محلية، على مستوى نشطاء، يعني كل هذه المكونات ممكن أن نخرج بصيغة توافقية أكثر قربا من هذه الصيغة المطروحة الآن التي أفضت إلى اتفاق يكاد يكون وصل إلى. عود إليك سيد عبد الحكيم معتوق، أريد أن أطرح نفس السؤال على ضيفي عبر الهاتف من طرابلس الأستاذ عبد السلام الراجحي، رئيس مركز استرلاب للدراسات. أستاذ عبد السلام، ما تفسيرك لما نقله القطاني عن كوبلر؟ وهناك أيضا تسريبات أخرى تتحدث عن طرح مشروع سياسي أو اتفاق سياسي جديد، إجراءات جديدة قد تمحو اتفاق الصخيرات. عبد السلام، استاذ عبد السلام هل تسمعني؟ لو تعيد السؤال. طيب اعيد السؤال يعني بسرعه، يعني كيف تابعت هذه التصريحات للقطراني وكل الحديث عن اتفاقات جديده ربما ستشهدها الساحه السياسيه الليبيه؟ في البدايه ارحب بك استاذ وبالاستاذ المشاهدين، وارحب بالاستاذ عبد الحكيم معتوق ورجوعه، خصوصا وهنيه لرجوعه قصر الوطن بعد غياب طال اكثر من 5 سنوات. كما تذكر بعالم الاجداد والاباء، عالم الاستقلال. حقيقه اعتقد ان هذه تصريحات تخص السيد علي القطراني، وعلي القطراني اعتقد انه من يعرف السيد علي القطراني يعرف انه شخصيه بسيطه جدا، شخصيه ليست سياسيه. اعتقد أنه فهم تصريحات أو خلال لقائه بالسيد كوبلر هذا الشيء. أعتقد وبعض تصريحات علي القطراني بأن نقل بعض المعلومات على لسان السيد كوبلر، كوبلر اضطر أن بدبلوماسية أن يوضح أن السيد علي القطراني كان فهمه أو فهم ما تم لقاء به كان خاطئا. هذا باختصار شديد بما حدث من تصريحات السيد علي القطراني. السيد علي القطراني شخصية بسيطة جدا، رجل تاجر مواشي وتاجر يعني. لكن وكالات السيد عبد السلام، أستاذ عبد السليم، عبد السلام، ما قاله علي القطراني نقلته وكالات الأنباء والتلفزيونات الكبيرة في الوطن العربي، وتم التأكد من بعضها من خلال المقربين من كوبلر، يعني ليست بالتصريحات التي تجاهلتها وسائل الإعلام. أنا تابعت جميع وسائل الإعلام. وجميع وسائل الإعلام يعني أخذت هذا التصريح من تصريح أو هذا الخبر أو هذه المعلومة من تصريح السيد علي القطراني. وأعتقد أن السيد علي القطراني فهم ما دار بينه وبين السيد كوبلر فهما خاطئا، أو كان هناك خلل في الترجمة. لا أعتقد أن خلل في الترجمة هو أكثر شيء، أنه فهم بسيط، لأن شخصية علي القطراني شخصية بسيطة جدا. وأتي به لهذا المكان حتى يتم يعني تحريكه لا اكثر ولا اقل من جهه. طيب فاتت على هذه التصريحات، فاتت على هذه التصريحات اكثر من 24 ساعه، لم نسمع اي تكذيب سواء من المجلس او من الحكومه او من كوبلر بالتحديد. يعني لا هو وضح السيد كوبلر في على صفحته الشخصيه، وضح بان الاطار الوحيد والحل الوحيد الموجود حتى الان للامم المتحده والمجتمع الدولي هو في اطار الاتفاق السياسي. وهنا اعتقد ان فهم السيد كوبلر، اذا نعلم جميعا ان في اطار الاتفاق السياسي هناك اليه وضعت في الاتفاق السياسي للتعديل الاتفاق، وهي لجنتين مكونتين من 4 اشخاص، واربعه من المجلس النواب واربعه من مجلس اعلى للدوله، يتم تعديل هذا الاتفاق. هذا فقط الموجود في تعديل الاتفاق او تعديل فيه او تغيير فيه. طيب لنأتي إلى الموضوع اللي يهم الليبيين أيضا، وهو هذا الاتفاق بالذات، عمل الحكومة ومدى نجاحها في أن يتقدم هذا الاتفاق. يبدو أن هناك يعني شبه إجماع لدى الليبيين
وغير الليبيين بأنه فعلا وصل إلى طريق مسدود، لم تتحرك الأمور اقتصاديا ولا سياسيا ولا عسكريا في ليبيا. هو حتى توضيح الصورة في سنتين. نعم. هو كان الخلاف بين مجموعتين ليبيتين كان خلافا عسكري. نعم. وتم التقاتل لسنة تقريبا في عدة جبهات. المجتمع الدولي بطلب مجلس النواب تدخل لوضع آلية ولوقف نزيف الدماء الليبيين، لنتج عنه عن طريق الجسمين لكل طرف، وكل طرف قال هذا جسم الشري والوحيد وهو مجلس النواب، والطرف نعم. الآخر قال المؤتمر الوطني العام. نعم. اتفقا ووضعها بعد 14 شهر في اجتماعات في جنيف في دامس واحد في دامس اثنين ثم السخيرات واجتماع في الجزائر، توخذ في النهاية على هذا الاتفاق السياسي. الاتفاق كون أيضا مجلس رئاسي يمثل كل طرف سياسي كان يصارع الآخر عسكريا، الآن أصبح صراعا سياسيا، وهذا سمات ما بعد شبه الحروب الأهلية التي كنا نعيشها. أعتقد ما يحدث الآن من محاكاة يعني محاكات سياسية بين الطرفين هذا شيء طبيعي، وهذا شيء أعتقد أنه أفضل من أن يكون بلغة البلاغة. عندما السيد علي القطراني أو السيد فتحي المجدي أو أحمد المعتيل أو الكوني أي شخص منهم هذه الأربعة أو السراج يكون تصريحات متضاربة وهناك محاكات سياسية، هذا شيء طبيعي جدا وشيء يعني نعلمه جميعا، وهذا نرحب به. الطبيعي أن يكون هناك حوار ومخالفة. طيب. طيب. سأعود إليك في بمحور الثاني وهو المحور الأخير في هذا النصف ساعة. أستاذ عبد السلام الراجحي ابقى معي رجاء. أستاذ عبد الحكيم معتوق، هل 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 في رأيك الحوار أولا إعادة بث قواعد جديدة لحوار جديد بين الليبيين هذه الأولوية أم الأولوية إعادة تشكيل حكومة جديدة أكثر تمثيل وربما خطة سياسية جديدة؟ دعني سيدي أولا أن أعلق على نقطة أن نريد أن نربو بحديثنا فيما تبقى من وقت، ولا نشخص الأمور ولا نستعرض سيارة أشخاص، نحن نتحدث عن مضمون وليس عن شكل. طبعا الشكل وضع ويعني كيف ما اتفق هو وضع، على الرغم من أنه مقوس، وهذا رأي كثير من الأطراف الليبية التي لم تشارك في الحوار حقيقة، وربما هذه جزئية دفعت بالمجتمع الدولي من خلال بعثته إلى إعادة النظر في مسألة لجنة الحوار وإمكانية إشراك أطراف أخرى لديها رأي ولديها يعني قوة على الأرض ولديها كثافة سكانية، بغض النظر عن توجهها عن 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 رغبتها في كيفية المشاركة، لكن من حيث المبدأ نحن نريد أن نلملم أطراف كل أزمة ليبيا، وهذا ما نصب إليه. هذه نقطة. النقطة الثانية، طبعا الأدوات حقيقة هي كانت عاجزة، هناك تقصير واضح وفاضح من قبل أدوات الحوار التي أخرجت هذا الاتفاق. نعود إلى مسألة الاتفاق السياسي وهو موضوع النقد. الاتفاق السياسي سيدي من 67 مادة، المادة الصريحة التي هي مسار جدل في الشارع الليبي الآن أو لدى النخب تحديدا هي المتعلقة بإخلاء العاصمة طرابلس من كافة المظاهر. نعم. هذه وحدها كفيلة لإسقاط هذا الاتفاق. كيف يقوم اتفاق سياسي على مادة أو بندا صريحا اتفقت عليه كل الفرق؟ ماذا تعني هذه النقطة أو هذا البند تحديدا عندما تدفع باتجاه إخلاء العاصمة التي هي من المقرر أن تكون مكانا لتواجد المجلس الرئاسي وحكومته؟ هناك عشرات الميليشيات، هناك اقتتال عند بلدتين مضيتين، هناك اقتتال بنزلها الفقير، يعني سكان طرابلس عندما تصبر الأراء، عندما تستطلع، عندما تتصل حتى بشكل أشهر، هناك حالة رعب، حالة فزع، حالة دهر. يعني كيف لأي عاقل أو مراقب أن يتوقع بأن هذه الحكومة حتى وإن منحت الثقة بمقدورها أن تمارس عملها، أن تنفذ برنامجها، أو تكشف حتى عن خطتها في ظل وجود هذه الميليشيات؟ هذا الذي حقيقة أربك المشهد. أما مسألة التباين بين الأطراف أو بين الشخوص ليست ذات أهمية، ربما يذهب هؤلاء الشخوص ويأتي آخرين، المهم أن نذهب جميعا وليس هؤلاء فقط الذين يقودون المشهد أو الذين يتصدرون المشهد ربما بمحض صدفة، أن نذهب جميعا كليبيين، لأن هناك طاقات وقدرات جميل مهمة ومهمشة جميل.
اريد ان اطرح هذه الفكره استاذ عبد الحكيم، هذه الفكره يعني واضحه، اريد ان اطرحها على ضيفي عبر الهاتف من هنا من عاصمه بريطانيه لندن، الباحث الاكاديمي الاستاذ عبد الله عثامنه. خلينا من الجدل حول تصريحات كوبلر، هل هي حقيقيه كما قالها يعني نائب رئيس حكومه الوفاق الوطني، أم فيها تشكيك؟ لنذهب إلى صلب الموضوع، يعني وما يطرح الآن من أنه هذا الاتفاق لم يصبح أو أصبح غير مجدي للليبيين، وهناك دعوة لحوار موسع، حوار حقيقي يشارك فيه تشارك فيه كل الأطراف الليبية، هل أصبح هذا البند ضرورة الآن؟ نعم أستاذ عبد الله، ظهر أنه انقطع هذا الاتصال. نعود إلى عاد علينا سيد عبد الله عثامنة، هل تسمعني الآن؟ طيب فقدناه مرة أخرى. أستاذ عبد السلام الراجحي، ماذا عن هذا الطرح، ما هذه الفكرة اللي قالها الأستاذ عبد الحكيم ليكون هناك حوار أكثر جدي وأكثر تمثيل للليبيين؟ ربما حوار بهذا الشكل قد يفضي إلى اتفاق أكثر أيضا نجاعة من اتفاق صخيرات. هو شوف، نتاج اتفاق الصخيرات نتاجه هو الأطراف السياسية الليبية، هي من كتب الاتفاق السياسي، هي من عد بنود الاتفاق السياسي ووصل عدد المسودات الاتفاق السياسي إلى 8 خلال 14 سنة وشهرين كاملتين، وهم يتحاورون الليبيين، وكان كل قسم لديه مستشارين وأشخاص وفرق وندوات وحصص تلفزيونية وتواصل مع منتدى المجتمع المدني والأحزاب، نتج في النهاية هذا الاتفاق السياسي. أعتقد أن السيد عبد الحكيم معتوق وهو محق أن من ضمن الاتفاق السياسي هو انسحاب الميليشيات من جميع المدن الليبية، وأعتقد أيضا حتى الميليشيات الموجودة في المنطقة الشرقية الآن التي تعبت في عدة مطارات، ورأينا أحد الميليشيات التي عبثت حتى أو تهجمت ونكلت وصور وهو يصور في عضو مجلس النواب الدكتورة سيهان سيرجيوة على أمتار من مكتب السيد عبد الله التنين. أيضا رأينا الميليشيات التي أخرجت عبد الله من التنين في يوم وليلة وجعلته يهرب من مدينة البيضاء إلى مدينة شحات، ورأينا كيف الميليشيات ضغطت على السيد عبد الله التنين وأقال وزير الداخلية. بسبب ماذا؟ بسبب أنه تعرض لميليشيا عبد الله القليلة يقيم في هذه المدينة هذه القبيلة وهي قبيلة الحرسة الشريفة. حقيقة أن الميليشيات في كل مكان ليست في طرابلس فقط، الطرح للقضاء على كل هذه المظاهر ولدامة 5 سنوات يعني، والآن أنا بعد السنة أكثر من سنة من اتفاق صخيرات، يجب إعادة شكل ومنطقة الحوار وأيضا تمثيل الليبيين في هذا الحوار، وأن يكون حوار بدون إقصاء، يعني في النهاية من يحمل السلاح لا يمكن أن تقصيه حتى ولو كان ميليشيا، يعني هو على الأرض ستتفاوض معه. الآن الحكومة يا أستاذ سليم أستاذ عبد الحكيم، ممكن من في مكتبه ومتابعة شؤون وزارته أعتقد أنه شغل أن الجسم المجلس الرئاسي شكل جسما احتواء هؤلاء الشباب المسلحين وسمي بالمجلس الحرس الرئاسي. واليوم نعلم جميعا ان كانت هناك امس اليوم انتهت زياره لرئيسه العميد النكوة، كان في زياره رسميه الى ايطاليا للتنسيق على تدريب هؤلاء وادماجهم في الاجسام هذه الاجسام التي يشرف عليها المجلس الرئاسي. ايضا جزء من هؤلاء مقاتلين الان يقاتلون في تنظيم الدوله في مدينه سرت، وهذا شيء يعني اساسي، وهم قوات منضبطه محترفه لديها القدره على حتى قتال تنظيم الدوله الذي عزت عليه قوات دول. الان نشوف التحالف الدولي في العراق وسوريا فشل في تحرير كره صغيره، بينما هذه القوة التي على الأرض وهي من أبناء لكن هناك من يطرح أنه كان عندها إشكاليات الولاء، يعني والولاء لسراج أو المجلس الرئاسي هناك مشكل في هذه، وأنه لو هدأت الأمور الآن وانتهت الحرب سيكون لها موقف آخر من سراج أو من جماعة طرابلس، يعني هذا مطروح.
نعم سي طويلا يا اخي. نعم انا اسمعك استاذ عبد السلام. فقدناه عبد السلام الراجحي. نفس ربما السؤال للسيد عبد الحكيم معتوق، هل قضيه وجود ناس تحمل السلاح وليس لها ولاء لقيادات سياسيه قد يعيق اي ربما مبادره لحوار ليبي موسع؟ شوف استاذ، مثل ما حاصل في كل دول العالم، لا يمكن بناء مؤسسات دوله بمعزل عن اعاده بناء المؤسسه العسكريه والامنيه بشكلها المتعارف عليه. انا لا اؤمن بان يكون هناك اجسام امنيه او عسكريه خارج اطار هاتين المؤسستين، سواء كان في الصومال ولا في بريطانيا ولا في امريكا ولا في لبنان. في كل دول العالم هناك مؤسسه عسكريه لها اعرافها وتقاليدها، وهناك مؤسسه امنيه. اما يعني أن تحمل السلاح وتبني شروط، يعني في لبنان ما الذي حصل؟ عندما اتفقوا في الطائف على أن تكون هناك حكومة ويعود البرلمان وتكون هناك رئاسة جمهورية، كل هؤلاء أمراء الحرب وخريجي الزواريب قدموا أسلحتهم في نصف ساعة منذ إعلان وقف إطلاق النار. لمن قدموها؟ للمؤسسة العسكرية، مؤسسة الجيش. كيف تتشكل مؤسسة عسكرية؟ هذا مبحث آخر ينظمه قانون الدولة. أنا أتحدث عن مؤسسة تقليدية. هذه المجموعات، المجاميع المسلحة، إذا رأت لديها الرغبة في الانخراط إلى المؤسسة الأمنية تنخرط وفق الآليات المتبعة في المؤسسة الأمنية، وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسة العسكرية. عدا ذلك، من هو مدني يريد أن يمارس مهنة أخرى كتجارة، صناعة، ما إلى ما هنالك، فيكون لديه الحق كمواطن كامل أهلي. أما غير هذا مثل ما تفضلت حضرتك، ويجب أيضا على القوى الإقليمية والدولية أن ترفع يدها عن هذه الميليشيات، يقول البعض ايضا، لكي تساعد، والا لن نخرج من من من, من هذه الاشكاليه. هذا الهوى، هوى الميليشيات وامرائهم، وكيف تكبر احلامهم عندما يلقون نوع من الحضانه، نوع من الدعم اللوجستي والمادي لبعض الدول العربيه ولا الاقليميه ولا الدوليه. نعم. عندما يترك الشان الليبي للليبيين، انا هذا الذي اتحدث، انا اريد جغرافيا ليبيا كيف رسمت في التاريخ، واريد شعب بهويته، بتراثه، بثقافته، بحضارته، فاعلا في محيطه. نعم. العربي والاقليمي والدولي. لا اريد بلد ممزق ويكون يعني عالة ويكون مصدر للارهاب ومصدر للهجره الغير العكسيه، يعني الحقيقه هذا اصبح ليس يشكل خطر. هل هناك سيد عبد الحكيم، هل هناك مؤشرات على حدوث امر بهذا الشكل؟ يعني انا شوف، انا عشت في المنطقه الشرقيه هذه الفتره من تبرق لعندنا، هناك استعداد، هناك رغبه كبيره جدا عند كل قطاعات الشعب في هذه المنطقه، وهم لا حقيقه لا يدمرون اي عداء للمنطقه، هم ليبيون ومتصاهرون، ويعني تربطهم اواصر قديمه جدا، وليس ثمه اي عائق، ويرفضون اي شكل من اشكال الفتنه. هم يرغبون في ان تكون هناك دوله تعطي للمواطن حقه وترغمه على القيام بواجبه دون اي نوازع ودون اي اختفافات وانتماءات والى ما هنالك. هناك مواطنه لكل الليبيين الذين يشملهم القانون، وحتى الذين هم في الخارج، الذي لديه راي والذي لديه توجه. التغيير قام من الاساس على ان تتعدد الاراء ويكون هناك مناخ للحريه. نعم. والحق والتعبير، من غير المعقول، من غير المنطقي أن تقوم بتغيير يعني زلزال شهادات المنطقة وراح ضحيتها آلاف وبنية تحتية وعشرات المليارات من الدولارات وسنوات من عمر هذا الجيل، ثم نأتي ونقفي شخص على أنه رأيه مخالف على رأيه. نعم، واضح الفكرة. أشكرك جزيل الشكر، المتحدث باسم الحكومة المؤقتة بطبرق السيد عبد الحكيم معتوق، كنت ضيفنا عبر الهاتف من البيضاء الليبية. كما أشكر ضيفي عبر الهاتف من طرابلس رئيس مركز استرابلي للدراسات الأستاذ عبد السلام الراجحي، وأعتذر لعدم تمكننا من التواصل معه مرة أخرى، كما أعتذر من السيد عبد الله عثامنة الباحث الأكاديمي من هنا من لندن على صعوبة التواصل معه لربما إثراء النقاش، لكن يبدو أنه حتى مع هذه الإشكاليات التقنية الخارجة على نطاقنا قد
يعني استطاع ما قدم به عبد السلام الراجحي وعبد الحكيم معتوق يعني الإحاطة بحيثيات هذا الموضوع. إذا إلى المغرب، لكن بعد فاصل فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. مرة أخرى شهدت مدينة الحسيمة شمال المغرب مظاهرات كبيرة شارك فيها مواطنو المدينة، وذلك استمرارا للاحتجاجات على مقتل بائع السمك فكري الذي ابتلعته شاحنة نفايات وهو يحاول أن ينقذ بضاعة له كانت الشرطة قد احتجزتها. وتحولت هذه الاحتجاجات في مدينة الحسيمة، وأقصد الاحتجاجات الأخيرة، إلى ما يشبه محاكمة للأحزاب السياسية في المغرب، وقد ندد الكثير من المتظاهرين بالتهميش وأيضا بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، كما حملوا أيضا الأحزاب السياسية المسؤولية على ذلك. لمناقشة هذا الموضوع معي مجموعة من المحللين السياسيين والإعلاميين وأيضا النشطاء في المجتمع المدني من المغرب، وأبدأ بمحمد بودن رئيس أطلس لتحليل المؤشرات السياسية، هو معي عبر الهاتف من الرباط. سيد محمد أرحب بك في هذه الحلقة. يبدو أن مظاهرات السبت تحولت إلى شبه محاكمة مفتوحة للأحزاب السياسية المغربية، ما تفسيرك لهذا التحول؟ أعتقد بأن يعني المظاهرات ليست بالحجم الذي كان يكون، لأنه يمكن أن يؤثر على الأمن العام، يمكن أن يؤثر على السكينة العامة. نعم. أعتقد بأن تفجير يعني احتجاج أو ما فوق احتجاج، أعتقد بأن لا يمكن أن يحصل في المغرب، لأن المحتجون في الحسيمة يطالبون بتطبيق القانون، يطالبون ب يعني استخراج التحقيق. نعم. هذا فقط. أما يعني كانت هناك شعارات واضحة عبر فيديوهات شفناها، والتعبيرات كانت تتحدث عن التهميش، عن الإقصاء الاقتصادي، عن الحصار الاقتصادي عفوا، وعلى تحميل الأحزاب السياسية جزء من المسؤولية، وأنها يعني تأتمر بأوامر الدولة العميقة، وبأنها تعتبر السكان هناك عبارة، كما عبروا عن بعض النشطاء، عبارة عن أعداد انتخابية، يعني كانوا الأحزاب تحتاج المنطقة في فترة الانتخابات ثم بعد ذلك يعني تهمشها. هذا كان مطروح يعني في مظاهرات السبت. أنا أعتقد بأنه لا يجب أيضا الركوب على يعني قضية إنسانية من أجل تمرير مطالب أخرى. نعم. يعني القضية فعلا قد تكون لها مسببات متشابكة، ولكن لا يجب أن يكون هناك تغول لطرف على طرف داخل المجتمع. يجب أن لا نصل إلى المربع صفر، يجب أن لا ننتج بانتقالية محفزة على أفتح يعني قوس استخراج. نعم. أفتح قوس صغير، يعني هناك يعني مثال في اللغة العربية يقول إن الحديث بالحديث يذكر، فأيضا إن المأساة بالمأساة تذكر أيضا. فأعتقد أنه الذين فهموا ما قالت به الساكنة أمس هو أن هذه المأساة ذكرتهم بمآسي اقتصادية أيضا واجتماعية يعيشون بها من هذا الباب. يعني الأمة لها من يمثلها. نعم. وبالتالي لا يمكن المواطن أن يكون صانعا للقرار. المواطن يمكنه أن يعني ينتج رسائل ويوصلها إلى من يهمه الأمر. نعم. ويضغط في اتجاه تطبيق أو تفعيل تلك الرسائل إذا كانت رسائل
يعني وفقا لما هو لما كان وما هو كائن وما يجب ان يكون والممكن. واعتقد بانه لما يعني نلجا الى ديمقراطيه الشارع فهنا اعتقد بانه لا قيمه للمؤسسات. الان القضيه هي قضيه محسن فكري. والقضيه يجب ان يكون يعني التحقيق قد انجز بشانها ويجب اطلاع الراي العام عليه، ولكن الانتقال لمواضع اخرى هذا يتطلب فقط يعني احتجاج في منطقه معينه، يتطلب رؤيه مجتمعيه متكامله. لا يمكن القول بان هناك منطقه محجوره في المغرب ومنطقه محظوظه يعني بهذه الاطلاقيه. فعلا هناك يعني العديد من النقائص، لكن هناك جهود بذلت يعني حتى نكون موضوعيين. و يعني تزايد الإحباط في أوساط الشباب هو يعني أمر معروف، ولكن هل يمكن معالجته بالاحتجاج؟ الاحتجاج هو سلوك ديمقراطي ما دام لا يؤثر على النظام العام، ما دام لا يخرب، ما دام يرسل رسائل، ما دام لا يخدم أجندات أجنبية، ما دام لا يسمم الأجواء، فهو سلوك يعني حضاري. لكن أن يصل الأمر إلى يعني إحضار خطاب فيه يعني تكرار لنماذج بائسة أو نماذج فاشلة، فأعتقد بأن هذا لا يشرف المغاربة. طيب يعني لو توضح يعني تكرار لمشاهد زائفة، ماذا تقصد بالضبط يعني؟ أقصد هو يعني تكرار يعني شعارات كانت تقال أو تذكر أو ترفع في دول ضعيفة، دول فاشلة الآن، دول معروفة بفشلها، دول يعني مخترقة حاليا. يعني هل تقصد دول الربيع العربي؟ يعني هل تقصد دول الربيع العربي مثلا؟ يعني ما حصل في تونس مثلا ومصر وسوريا يعني؟ أقصد يعني ليبيا، أقصد يعني دول يعني قريبة منا، يعني دول بالرغم من أنها تبدو يعني 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 صامدة، ولكنها كمصر مثلا، ولكن الشعارات اللي ما يجب أن ننقلها فقط شعارات المصرية إلى المغرب ونتحدث عن ما يسمى بالعصيان المدني وما إلى ذلك. يجب يعني أن ننتظر مستنتجات المحققين، والقانون يجب أن يطبق، والدولة يجب أن تسارع لتطبيق القانون. ما سمعته يعني أنا طيب سأعود إليك سيد محمد بودن. معي الآن سيد ناصر الزرزافي، وهو القيادي في الحراك في الحسيمة من الريف المغربي، ونطرح عليه هذه الأسئلة حول ربما تعدي الخطاب، وأنه ربما تلك المسيرات خرجت عما سطرت له، وأنه لا يجوز أن تستغل قضية فكري لمطالب أخرى ربما اجتماعية إلى اقتصادية وقد تتحول إلى مطالب سياسية. هل هذا فعلا ما الذي حصل في المظاهرات في الحسيمة سيد ناصر؟ فقدنا ناصر، سنعود إليه ما شاء الله، يعني لن تحصل لنا إشكالية تقنية حتى نكمل هذه الحلقة بخير. سيد محمد بودن، يعني تتحدث و كأنه لا يجب على المواطن المغربي أن يخرج إلى الشارع في احتجاجات سلمية لمطالب اجتماعية أو اقتصادية في حالة إخفاق السياسيين أو ما يسمى الوسائط القانونية في أن يحللوا المشاكل. يعني أبدا أبدا، المواطن المغربي يجب أن يعبر عن رأيه، يجب أن يترافع عن قضاياه. شاهدنا كيف خرجت يعني يعني جموع المواطنين واحتجت على يعني الطريقة البشعة التي مات بها محسن فكري، ولكنها عادت لمنازلها في الغد وأصبحت الأمور هادئة والحياة عامة، الحياة العامة كانت على طبيعتها، لم يقع تخريب، الإدارة مفتوحة، الدكاكين مفتوحة، الشوارع العامة يعني 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 عادية. من الطبيعي أن يحتج المغاربة لأنهم لن يقبلوا ببشاعة المظهر، بعدم يعني حضارية صورة، بعدم صدقية موقف،
ولذلك فأقول بأنه المغاربة هم حريصون على تطبيق القانون. نعم. السلوك الاحتجاجي المغربي هو يومي. نعم. لا نعيش احتجاجات يعني مطبوعة يعني تكون احتجاجات طارئة أو احتجاجات يعني فيها غضب فيها تخريب أمام البرلمان. نعم. يعني هناك قطاعات عديدة تحتاج يعني فيها معلمين فيها أطباء فيها معاقين. نعم. فيها يعني مجموعة من الفعاليات توصل رسالتها وتعود. نعم. لكن أن نقوم بتصوير الأشكال الاحتجاجية على أنها يعني تصل إلى مستوى مطلبي. نعم. يمس النظام السياسي فأعتقد بأن هذا يخدم أجندة أخرى. طيب. سأوضح معك هذه النقطة، ابقى معي رجاء أن نعاد إلينا سيد ناصر الزرزافي القيادي في الحراك في مدينة الحسيمة بالريف. سيد ناصر أرحب بك وأعيد طرح السؤال الذي ربما لم تستمع إليه. هناك من يقول أنه لا يجب استغلال قضية فكري لتحويل المطالب والاحتجاجات إلى من يعني العدالة في هذه القضية إلى مطالب اجتماعية واقتصادية، ورأينا أمس أنه بعض التصريحات وبعض الشعارات كانت تطالب بمطالب اقتصادية واجتماعية، ما رأيك؟ بطبيعة الحال أحييكم من هذا المنبر وأحيي كل الجماهير الشعبية التي لا زالت تخرج إلى الشارع من أجل إعلان تضامنها مع هذا الحراك الشعبي. نعم، هناك من يريد أن يستغل هذا الحدث من أجل تصفية حسابات ومن أجل الركوب على الحدث وإعطائه صورة غير الصورة التي توجد اليوم بالريف. كما تعرفون أن خروجنا إلى الشارع وكثير من شعاراتنا وحتى أن المشروع الملف المطلبي الذي استطعنا جاهدين على يعني تقديمه للناس حتى يتم تلقيحه وإعطاء الاقتراحات كذا لم يكن فيه أي مطلب سياسي كما يدعي البعض، وكما يريد أن يحوله الآخر من يعني من حراك اجتماعي من أجل المطالب الشعبية إلى مسائل سياسية أخرى. وأنتم تعرفون جيدا على أنه في هذه الآونة الأخيرة هذا الحراك يمر يعني يمر في وقت عصيب جدا وحساس. نعم. اليوم نحن في خروجنا إلى الشارع من أجل مطالب اجتماعية وليس كما يروج البعض الذين يستغلون مثل هذه الأحداث. ومن هذا المنبر أقول على أننا اليوم من يريد حقيقة من يريد حقيقة أن يعرف ما يريده هؤلاء الناس فلينزل إلى الشارع ولا يستمع إلى ما يروج عبر بعض القنوات التي تحاول أن تحول هذا الحراك من حراك سلمي حراك يعني اجتماعي إلى مسائل أخرى من أجل تسمية الحسابات. نعم، لكن بغض النظر يعني أنا سأعود إليك هذه النقطة حتى نوضحها، لأن هناك الكثير من القراءات وهناك الكثير من الاختراقات لهذا الحراك كما قال الكثير من المغاربة. أرحب بضيفي أيضا عبر الهاتف من الريف الصحفي بجريدة الأخبار الإلكترونية الأستاذ خالد الزيتوني. هل تحول هذه الاحتجاجات إلى محاكمات مفتوحة للأحزاب السياسية ولما سمي بالدولة العميقة، يعني وأن هناك إشكال اقتصادي وتنموي واجتماعي في هذه المنطقة، وربما حادثة فكري قد أعادت طرح هذه القضايا، ما هو تحليلك لهذا التحول؟ أستاذ مساء الخير، أنا الصوت رديء، أنا يعني الصوت لا يصلني وبالتالي لا أسمع كثيرا، أنا سؤالك لم أسمع أصلا لأن طيب. الصوت رديء لا أعلم لماذا. طيب سأحاول أن أطرحه بسرعة، يعني كيف تفسر تحول تلك المسيرات والاحتجاجات في الحسيمة إلى مطالب اجتماعية ومحاكمات للأحزاب السياسية؟ أنا لم أسمع السؤال أصلا، لا أعلم الصوت رديء أستاذ. طيب سنعود سنحاول الاتصال السؤال. سنحاول الاتصال بك مرة أخرى. سأعود إلى إكمال الفكرة مع ناصر الزرزافي. ناصر، يعني الحديث أنه هذه المظاهرات تعدت إلى محاكمة الأحزاب السياسية وتحذيرات من بعض الاختراقات لهذه المسيرات ومخافة التحول إلى مطالب سياسية ربما تمس الحكومة، ما هي الحدود ومن يستطيع أن يضبط هذه الحدود؟ طيب يعني تريد إجابة مني؟ نعم ناصر. طيب نعم، ما حصل يعني في الآونة الأخيرة من محاسبة الأحزاب السياسية هذا أمر وارد،
لأن هذه الأحزاب التي تدعي على أنها تمثل إرادة المنتخبين الذين انتخبنا عفوا الذين انتخبوا عليهم، الآن هذه الأحزاب السياسية غابت عن هذا المشهد. نعم. وكل هذه الأحزاب وقفت سلبيا تجاه هذا الحراك، مما يعني أن هذه الأحزاب لم تعد اليوم لها أي شرعية ولم تعد لها أي قيمة أمام هؤلاء الناس الذين خرجوا إلى الشارع، مما يعني أن هذه الأحزاب التي نعتبرها مجرد حفاظات المخزن اصطفت إلى جانب المخزن في سياسته تجاه هذه المنطقة. كما تعرفون جيدا أن كل البيانات التي خرجت بهذه الأحزاب هي بيانات الحقيقة مشبوهة، تحتاج منا إلى وقفة وطرح مجموعة من الأسئلة. ما معنى أن هؤلاء اليوم يقفون ضد هذا الحراك إذا كانوا أصلا هم في الوقت الذي يخرجون فيه إلى الشارع من أجل يقولوا لنا أننا نحن اليوم نقف إلى جانبك ونحن خرجنا إليكم من أجل أن تمنحونا الأصوات من أجل الإصلاح من أجل كذا كذا، اليوم ظهرت وانكشفت حقيقتهم في هذا الحراك، مما يعني أن هؤلاء اليوم لم يقدموا شيئا. حتى أن هذه الحكومة حقيقة للأسف الشديد كانت أول من خرج، يعني الحكومة المتمثلة في العدالة والتنمية، أول كلام أول بيان خرجوا به اعتبرونا أننا مجرد غوغائيين وأننا نحن ليس لنا الحق في الخروج إلى الشارع، رغم أن ما تعرض له الشهيد محسن فكري هو أمر فجيع جدا، وهي في الحقيقة أشبه مما تفعله الحركات الإرهابية المتطفرة لنفاذ الداعشية بحق الأبرياء. اليوم هذه الحكومة كان من المفروض عليها أن تؤدي دورها القانوني، كان عليها من المفروض أن يعني تفتح تحقيقات جدية. ناصر، أريد أن أسألك سؤال بصراحة، يعني هناك من يتهم، يعني ليس الحراك لكن بعض أفراد في الحراك، أنه وقع أو سمحوا باختراقات معينة لاستغلال هذا الحراك استغلال سياسي مشبوه، ما رأيك في هذا الكلام؟ نعم، هذا الكلام صحيح، ولكن ولله الحمد بفضل إرادة الأحرار وبفضل كل الذين كانت لهم رغبة حقيقية في إنجاح هذا الحراك قاموا بطرد هؤلاء يعني إلى الخارج، لأن علمنا عليهم وثبتنا على أنهم مجرد بياديق للأحزاب السياسية هذه التكاكين السياسية. ولكن ولله الحمد اليوم الحراك يسير في يعني يسير يعني في الطريق الصحيح، مما يعني أن يكفيكم أن تنظروا إلى الصور وأن تنظروا إلى الفيديوهات كيف أن هؤلاء الناس لا زالوا يخرجون إلى الشارع ولا زالوا يطالبون يعني بمطالبهم، مما يعني أن هؤلاء الناس لا زالوا يثقون في هؤلاء النشطاء الذين أبانوا عن صدقية مطالب العدالة، يعني سعودي يعني مطالب العدالة وأيضا مطالب التنمية وحل الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية، هكذا تقصد يعني؟ رفعناه هو يعني معاقبة هؤلاء المجرمين الذين تورطوا بشكل مباشر في قتل الشهيد محسن فكري، وليس فقط الشهيد محسن فكري ولكن كذلك خيرة الأبناء الشهداء 20 فبراير الذين راحوا ضحية التعذيب القسري وثم ألقي بهم في إحدى الوكالات البنكية، كذلك الأخ الشهيد تامر الحسداني وريفانوكس الذي قطع رأسه ورمي بعيدا عن جسده. كل هذه الخروقات أكدت لنا على أن التحقيقات لم تأخذ طريقها الصحيح، مما يعني أننا اليوم نحن في خروجنا إلى الشارع لم نطالب فقط بالاقتصاص من هؤلاء المجرمين بقدر ما أننا كذلك قضية محسن فكري ما هي إلا نقطة. وما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول يعني تطور مراحل القضية، وهل 11 شخص اللي تم اعتقالهم هم كل المعنيين بالقضية، أمام كما قالت بعض الكتابات تم التستر على آخرين؟ نعم، غياب المصداقية في التحقيقات يجعلنا أن نطرح مجموعة من التساؤلات. نعم. ما معنى أن اليوم من حق المواطن أن يعرف بحق المعلومة في غياب التحقيقات النزيهة، في غياب يعني التستر على هذه الحقائق، يجعلنا نطرح السؤال لماذا يتم إخفاء هذه التحقيقات. اليوم نحن لا نقيل ولا يحق لنا أن نبرئ أحدا أو نتهم أحدا بقدر ما أننا نقول أن أخذنا الدرس من الملفات السابقة الماضية تؤكد لنا على أنه ما يقوم بها وزارة العدل أو الوزارة الوصية على فتح التحقيقات لأنها فقط تحاول امتصاص الغضب الشارع من أجل أن يعود الناس إلى منازلهم. هذه المسألة لو سمحت لي أن أقول أن أوضح أكثر على أن هذه التحقيقات اليوم لم تستطع وزارة الداخلية أو وزارة العدل كشف عنها، مما يعني أنه لماذا من حق إذا كان من حق قانونية من حق المواطن أن يعرف عن حق المعلومة، لماذا هذا التخف، لماذا هذه يعني هذه السرية في التحقيقات؟ هذا كله من أجل أن تذهب يعني لحد ساعة هي الحلقة الضعيفة التي ذهبت في هذه التحقيقات. نحن لا نبرئ أحدا ولكن نقول كل من تورط من هؤلاء الذين ساهموا في قتل هذا الشهيد يجب أن يعاقبوا
أشد العقاب. واضح واضح، وأنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات، وأنت من الحراك يعني ومن داخله وحضرت مظاهرات أمس. أشكرك مرة أخرى القيادي في حراك الحسيمة سيد ناصر الزرزافي، كنت معنا عبر الهاتف من الريف. عاد إلينا أستاذ خالد الزيتوني صحفي بجريدة الأخبار الإلكترونية، كنت قد طرحت عليك سؤال، ما تفسيرك لتحول هذه المظاهرات المطالبة بالعدالة والشفافية في قضية معينة خاصة بمحسن فكري رحمه الله إلى محاسبة الأحزاب السياسية؟ في البداية نشكر قناة المغاربية على تسليطها يعني الضوء على هذه القضية التي تشكل يعني موضوعا آنيا، وكذلك نشكر الزميل والصديق نصر الزرزافي على مداخلته. هناك فعلا نقطة تحول يعني في الملف المطلبي للحركة الاحتجاجية التي يديرها يعني الشباب في مدينة الحسيمة، ولكن هذا التحول يعني لم يأتي من فراغ، فالحركة يعني في تطور دائم. فكانت بداية الحركة بداية بالكشف الكامل عن حقيقة مقتل الشهيد يعني محسن فكري في آلة طاحنة لحاوية نفايات للأزبال، وكان لابد من الضرورة أن يكون الحراك الشبابي بداية في الكشف الكامل عن حقيقة هذه الوفاة التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني والدولي نظرا لبشاعتها. هل هناك فعلا يعني، وأنت صحفي ومتابع لهذا الحراك وأنت من المنطقة أيضا، هل هناك فعلا إشكاليات في شفافية التحقيقات كما يقول بعض القيادات في الحراك؟ الملف المطلوبي للحراك الشبابي الذي يدار حاليا من الحسيمة، من بين يعني المطالب المطروحة هي التحقيق مع كل المتورطين في قضية مقتل فكري محسن. وكما نعلم كلنا أن 11 شخصا الذي تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بعد أن حققت معهم الفرقة الوطنية تمهيديا، ليسهم فقط من هم مسؤولون عن هذه الوفاة المأساوية، فالكل كان ينتظر أن يطالب تحقيق لوبي الفساد في ميناء الصيد البحري الذي يضم أشخاصا يعني يستفيدون من مآسي البحارة ومن مآسي الميناء، وكذلك هم المسؤولون عن الطريقة البشعة بالدرجة الأولى التي مات بها محسن فكري. فالقضية لا تتعلق فقط بمندوب الصيد البحري أو بموظف في مندوبية الصيد البحري أو بقائد أو بخليفة، فالقضية أكثر من ذلك. القضية مسألة قوانين، أين كانت وزارة الصيد البحري التي تركت بحارة قوارب الصيد التقليدي بدون رخصة؟ هم يركبون البحر يوميا منذ 2013 ولكن بدون أن تكون لهم رخصة، فوزارة الصيد البحري قامت بسن يعني مرسوم لا يسمح لهؤلاء البحارة الذين يتوفرون على قوارب تقل حمولتها على ثلاثة أطنان لم تمكنهم من رخصة الصيد، وبالتالي فكل منتوجهم يعتبر يعني غير قانوني وبالتالي يباع في السوق السوداء. من يستفيد من هذا السمك الذي يباع في السوق السوداء؟ ليس هو المندوب أو القائد أو الخليفة أو الموظف أو سائق شحنة بتزورلو. المسألة أكبر من ذلك، المسألة مسألة قوانين تم تجاوزها، ونحن كمتتبعين، أنا شخصيا يعني كإعلامي أجد بأن القضية يراد تحريفها من خلال تقديم بعض البسطاء يعني كأكباش فداء لقضية سؤال السؤال الثاني يعني السؤال أو المحور الثاني الذي أثار انتباه الكثير من المراقبين هو تلك المحاكمات المفتوحة للأحزاب السياسية، العدالة، الأصالة، الاستقلال. يعني كان هناك تصريحات واضحة بأنهم يطعنون أيضا في مصداقية هذه الأحزاب، أولا في قضية انتباههم لتنمية المنطقة وقضية البطالة وقضية يعني المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا تهاونهم في دعم هذا الحراك. ما نود أن نشير إليه هو أن الحراك الشبابي الذي تعيشه مدينة الحسيمة في هذه اللحظة والذي تفاعلت معه كل الإطارات المناضلة في كامل أو في عموم المغرب، يجب أن يعرف الجميع على أنه كان الثمرة أو بمثابة نفحة أكسجين في عالم يختنق. فالحسيمة
التي بها تمثيليات أحزاب متعددة، الشباب حاليا يرون في هذه الأحزاب أنها لم تشكل قط بديلا لهمومهم ومآسيهم، كما أن الشباب يرون أن هذه الأحزاب لم تتوفق في طرح القضايا الجوهرية التي يعاني منها الريف عموما. شيء طبيعي أن يكون هناك شذ وجذ بين هذه القيادات الشبابية التي تدير الحراك والأحزاب السياسية التي يرون فيها أنها توانت وأنها تواطأت وأنها لم تقم بالنهوض يعني بالمطالب الآنية التي يحس الشباب الحراكي بأنهم كانوا ضحيتها، كالعزلة والتهميش والإقصاء السياسي والاجتماعي إلى آخره. نعم، طيب لنختم بما ذكره يعني ضيفي محمد بودن من ربما أو الكثير من المغاربة يعني الذين يريدون أن يفرقوا بين هذه المطالب الاجتماعية الاقتصادية، مطالب شفافية العدالة، إلى ربما مخاوف من أن تتطور إلى مطالب سياسية قد تؤدي إلى فوضى في المغرب. ما هي الحدود في ذلك؟ أنا كل ما أرى أن الشباب الذي يدير الحراك حاليا في الشارع ناضج كل النضج وواع كل الوعي بكل التحديات يعني وكذلك مستلزمات يعني المرحلة الراهنة، فالشباب يعني بالطريقة التي ينهجونها لاستخلاص مواقفهم وكذلك اللقاءات التي من خلالها يعني يستصدرون القرارات الجماهيرية التي يسيرون على دربها وعلى إضاءتها يعني في الشارع، لا أظن أن مطالبهم مطالبهم يعني سوف تأتي من فراغ. فإذا كان هناك أي مطلب استراتيجي فإن الشباب الحراكي قادر على أن يبلوره في لحظته وإبانيته. هل هناك إمكانية لاختراق هذا الحراك من أطراف أجنبية بصريح العبارة أقولها لك؟ كمتتبع يعني كإعلامي أنا 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 بدوري يعني عندما أتتبع أسمع بأن هناك مثلا من يحاول الركوب على الحراك الشبابي، أو هناك من يزيد من يصب الزيت على النار في هذا الحراك الشبابي، ولكن كما قلت لك سابقا أنا لا أشك يعني في قدرة هؤلاء الشباب يعني على مواجهة أي شبح يعني تحريف لنضالهم الاجتماعي وحتى السياسي، لأن هؤلاء الشباب أعربوا عن خطهم النضالي من خلال المطالب التي قاموا بطرحها. أشكرك أشكرك جزيل الشكر وأعود عن المقاطعة لضيق الوقت. الزميل خالد الزيتوني صحفي بجريدة الأخبار الإلكترونية كنت ضيفنا عبر الهاتف من الريف. أختم معك إذن أستاذ محمد بودن، كنت يعني أردت أن أعطيك الفرصة لكي تستمع إلى صحفي متابع لهذا الشأن وقيادي من هذا الحراك، ويبدو أنه الكل متفق أنه أولا هناك وعي داخل هذا الحراك، لكن هناك مطالب هي لابد للسلطات العليا في البلاد أن تنتبه إليها، يعني مطالب اجتماعية، مطالب اقتصادية، مطالب للتنمية، وأيضا لشفافية التحقيقات، وأن هناك من هو متورط منذ سنوات في المغرب لنهب المال العام وللتلاعب ومتورط في الفساد، ويجب وضع حد لذلك لتفادي الانزلاقات التي تحدثت عنها. ما رأيك فيما سمعت أستاذ محمد؟ أستاذ سليم، طبيعة الحال يجب أن نميز بين الموضوع العام والموضوع الخاص في هذه القضية. الموضوع الخاص هو نتائج التحقيق، وهو يعني التحقيق الذي يهم قضية فعل حولها المغاربة، والشأن العام يهم المغاربة بشكل كلي. السياسات العمومية المتوجهة نحو الاقتصاد و المجالات الاجتماعية والمجالات الثقافية وتوزيع الثروة والعدالة الاجتماعية وما إلى ذلك فيتهم كل المغاربة، لا يجب أن نناضل من أجل يعني أن يكون ثمن السمك في الحسيمة أقل بكثير من ثمن السمك في يعني مجموع المغرب. يعني هذا هو يعني النضال، يجب أن يكون نضال من أجل الوطن وليس شرعنة نضال من أجل منطقتين ومن أجل ترسيخ شوفينية يعني تتلبس قضية يعني تفاعلها تفاعل مع المغاربة. الأحزاب السياسية
كما ذكرتم. نعم. أحزاب سياسية فعلا غابت عن تأطير هذه اللحظة. نعم. ولكن يعني أنا لا أتفق مع بعض التعبيرات أو التعابير عفوا تعابير الواردة على لسان أحد المتدخلين الذي قال بأن هناك من وصفهم بداعش والغوغائيين وما إلى ذلك. كانت هناك بلاغات واضحة، حزب الأسرة والمعاصرة مثلا قال بأنه يعني يساند كل أشكال النضالية، وحزب العدالة والتنمية وجه توجيها من الأمين العام الذي قال بأنه يهيب بالمناضلين والمتعاطفين مع الحزب بعدم الخروج إلى يعني الشارع. هذه هي العبارات بهذه الشاكلة. كل حزب له يعني مبرراته، لكن المغاربة خرجوا بدون يعني تأطير، بدون يعني التشجيش، خرجوا يعني وعبروا عن آرائهم. ويعني حتى في مدرسة الحسين ما كانت هناك يعني سلوك، كان هناك سلوك احتجاجي راقي جدا. الناس عبرت بالشموع وخرجت وأرسلت رسائل، ولكن هناك بعض الرسائل التي يعتبرها غريبة. نعم. غريبة على ساحة الاحتجاج. نعم. وغريبة على القضية وغريبة على الملف، يعني فيها عودة إلى مثلا يعني تاريخ الريف، فيها عودة مثلا إلى ما يسمى بجمهورية الريف. نعم. فيها عودة إلى الكثير من الأشياء التي أعتقد بأنها ولى عليها الدار. هي عرقية، فيها بعض النزاعات، شعارات فيها بعض النزاعات الانفصالية، لكنها معزولة ومحدودة. نعم. وتدخل العقلاء من أجل تطويقها. هذا واضح. واضح هذه الفكرة وهذا الاستدراك منك السيد محمد بودن. الأستاذ محمد بودن رئيس أطلس للتحليل أو لتحليل المؤشرات السياسية، كنت ضيفنا عبر الهاتف من العاصمة الرباط. إذن المشاهدين الأعزاء وخاصة المغاربة الذين يتابعون هذه الفقرة، ستفتح الهواتف من أجل الاستماع إلى آرائكم حول هذه القضية، حول المظاهرات وتطور الخطابات في المظاهرات، إلى الحديث عن تمييز في التنمية بين الأقاليم المغربية. هل هذا صحيح؟ هل هناك أقاليم مغربية فيها تنمية ومستويات بطالة أقل مثلا من مناطق أخرى؟ ما هو واقع التنمية في المغرب؟ هذا هو المحور الذي أردت أن أستخلصه من هذه المناقشات، وأريد أن يعني أن أستمع إليكم علاقة الأحزاب بهذه الإشكالية ومستويات الفساد بين إقليم وآخر. أسمع منكم الآراء، لكن بعد هذا الفاصل فلا تذهبوا بعيداً.